من أحبه الله جعله برحمته يطيعه، فمن استمرأ المعاصي والبعد عن الله وأعرض عن دينه فما ذاك لقوة فيه، إنما الأمر كله أن الله خذله. ومن يقبل على الطاعة يحب الجمع ويحب الجماعات، يقوم الليل ويصلي لله، يعقد أنامله بالتسبيح، يبر والديه إجلالا بالله، يحتسب عند الله وضوءه في اليوم الشائت، ويأتي إلى بيوت الله يذكره فيها. من صنع هذا ما كان له أن يأتيه لولا أن وفقه الله، وما وفقه الله لهذا إلا لأنه يحبه. وما كان الله يحبه فإن الله لا يعذبه في النار. وأنت تعلم أيها المؤمن أن القلب مضغة جعل الله فيها من الخصائص ما لا يجعل في غيرها. ومن الحياء مع الله أن تستحي أن تقبل على أحد بقلبك غير الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: وأهديك إلى ربك فتخشى.